طيب بص، خلينا نبدا المحاضره بتاعت النهارده. هنعيد حاجه بس الحاجه دي في منتهى الاهميه، يعني يمكن تكاد تكون يا شمس اللي هي ايه الاساس اللي هو بتاع الجير ايه. لو انت فاكره يا شمس اللي هي موضوع المحاسبين، البنك، عدد المحاسبين اللي بيحسبوا حسابات الايه الحسابات اللي هي الماليه بتاعت البنك، اللي هو الجي ري، اللي بيعتمد على لفظ اسمه سب ديفيجن، اللي هو بيروح يحسب حسابات الاضاءه المباشره غير المباشره اللي موجوده عندك في الشط. فاكره ده التايتل او ده الهيدلاين. طب ايه بقى القصه بتاعته؟ القصه بتاعته لو احنا جينا من البدايه كده، ان اي صوره اي مكان زي دي كده، انت شايفاني صح؟ هي عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه مربعات، عباره عن مجموعه بيكسلز. يعني انتاج اي صوره هي عباره عن مجموعه من المربعات الصغننه اللي هي البيكسلز. ساعه لما انا جيت فتحت لكم فوتوشوب، لو حد منكم فاكر، لو مش فاكره قولي. لا أنا فاكرة. طيب خلاص، فانا اي صوره هي عباره عن مجموعه بيكسلز. طيب ماله بقى ده بالفي راي؟ اول حاجه عشان تحسني جوده الصوره، وانا هتناقش معاك دلوقتي، يعني انت الصوره بتاعتك دي مثلا كذا في كذا، كذا ايه في كذا ايه، اولا كذا بيكسل في كذا بيكسل. يعني احنا انا بادئ الموضوع من البدايه خالص، حتى عشان لو حد من زمايلنا كان غايب في النص يبقى عارف لامم الموضوع ازاي. اي صوره هي عباره عن نتاج مجموعه من البيكسل زي ما احنا قلنا، انا بحددها من هنا ريندرنج، ريندر سيت، اللي هي فين؟ في عندك حاجه اسمها الاوتبوت سايز، هو كومن، وهتلاقي عندك الاوتبوت سايز ده اللي احنا اخر قيمه موجوده هنا جوه كاستم 8600، واحنا بنعمل تيست فبنقلل الرقم ده، يعني 8600 ده مناسب. خلاص؟ من هنا انا بقدر اعمل حاجتين، اغير مقاسات الصوره طول وعرض، يعني اخلي الريشيو بتاعتها مختلف، يعني اخلي دي شيفت اف كده. احنا مش عاملين كاميرا، يعني هدوس على شيفت اف هيطلع لي المربع اللي هو السيف فريم لو حد فاكره اللي هو ده. فهنا انا بغير طول وعرض، هي ريشيو النسبه التناسب بتاعت الصوره، يعني الصوره طوليه او بالعرض. منين؟ من هنا. طب ايه كمان؟ وانت بتعملي فاينل يا شمس، هدوس كده على اللوك بعد ما انت ظبطتي ريشيو، وهرفع ده. هرفع ده كام؟ هرفع ده ممكن يبقى 4000 مثلا، وادوس انتر، هيروح مزود لي نفس القيمه فوق لو انت واخده بالك. تمام. طب تمام. طب انت هنا اهو زودت درجه الريزولوشن بتاعت الصوره، بحيث ان لما اجي اعمل زوم ان ما اشوفش بكسله. ازاي يعني ما تشوفش بكسله؟ يعني لو ده الشوت بتاعك اهو، انا شايف ان دي مثلا سجاده، فهاجي ازوم كده، يعني انا عايز اروح ارسم اللي جوه اشوف تفاصيله. ايه رايك في التفاصيل؟ حلوه؟ لا حلو. انا بقى كلمه لا دي بقى انت بتعملي فيها ايه عشان تتجنبيها؟ ازود درجه الريزولوشن بتاعت الصوره. امتى بزود عندك يا شمس؟ لما تحب ان انت تحب تجيبي تفاصيل صغيره انت محتاجه ان انت تروحي ترسمي او تبينيها للعالم. مين اللي بيعمل الكلام ده؟ الجزئيه دي. ايوه ماشي، مال ده ومال النويز اللي انا كنت بسالك عليها؟ ما دي بقى الجزئيه الثانيه. في عندك هنا اهو كده عنوان اسمه سب ديفيجن، اللي هو ده. مين ده بقى؟ ده اللي احنا كنا بنخليه هنا باكيت، الباكيت دي اللي هي عباره عن مجموعه المربعات اللي بيطلعها ساعه الريندر. خلاص؟ اللي هي بالعاميه كده شويه بيكسلز، اللي هي الباكيتس. خلاص؟ وهنا بيقول لك الماكسيمم سب ديفيجن، هو حاطط لك الستاندرد 24. الستاندرد 24 ده حلو في حالات الحاجات اللي هي المودرن، اللي ما فيهاش لعب، ما فيهاش حلايا، ما فيهاش تفاصيل. انا احيانا كنت بوصل بيها ل 60 و70 مع شغل ستيل تقيل. مالها دي بقى؟ دي كميه المحاسبين اللي هيروحوا يحاسبوا على الاضاءه المباشره والغير مباشره. انا مش فاهم ايه كميه المحاسبين؟ اصل هي القصه كلها يا شمس عباره عن مجموعه ريز كيالك من الاضاءه، فنزلت على سطح، فالسطح ده بيروح عاكس الاضاءه دي الاضاءه الغير مباشره، فيعكس تاني على سطح، فالاضاءه السطح ده يعكس تاني في حته تانيه. هو بقى وظيفه السب ديفيجن دي انها تحسب الاشعه المباشره والغير مباشره، اللي هي موجوده حتى كمان في الجي اي. ده شق تاني اللي هو موجود عندك هنا جوه الجي اي، اللي انا بخليها هنا كده دي ريديانس، واخلي دي لايت كاش، واجي اخلي دي هنا هاي او ميديوم، واحنا بنقول انت بتعملي فاينل، واخلي دي ماكسيمم بتاعها 1500. خدتي بالك؟ ايه قصه بقى السب ديفيجن دي؟ عشان برضك اللي مش لامم من الموضوع، انا كان في صوره برضك يمكن حتى بعتها لكم اهي، مثلا اعتقد اهي مالها دي؟ لو انت فاكراها دي الوان بيكس، المربع الاسود الكبير ده. خلاص؟ نعم. لو انت جيتي كتبتي له اثنين سب ديفيجن، يعني انت بتأمريه ان هو يقسم الوان بيكسل 4 اجزاء عشان يجيب في كل حته منها محاسب. حد معايا؟ نعم حضرتك. طيب لو انا جيت كتبت له 3 سب ديفيجن، فالبكسلايه الواحده بيقسمها 9، 3 اس 3. طب لو انت كتبتي 4 سب ديفيجن فبيقسمها هنا 16، انا بتكلم على الوان بيكسل.
اللي هي توتال بيكسلز عندك كام يا حاجة شمس؟ 4000 4000 بوصلة. ريشيو. فعشان كده هو اي نعم الريزولوشن بتطلع حلو، فبالتالي كمان عدد البيكسلز اللي هو بيحللها اكتر، فبالتالي بتاخد وقت ازيد، بس درجه الرياليتي في حسابات الاضاءه بتبقى اعلى. انت معايا؟ انا مش فاهم يعني ايه درجه حسابات اعلى. يعني انت لما تلاقي مثلا في ريز جايه لك او في سبوت، انا بتكلم بقى كشوط طبيعي انت بتشوفيه بعيني، لما تيجي مثلا عندك شوطه زي ده كده مثلا، لو انت مش رافعه سب ديفيجن هتلاقي ده ما هوش سموث كده، ومش فارد نفسه كده صحيح زي الاصل. انت معايا؟ هتلاقيه لمم نفسه كده وفي شويه نويز على جنب، خدت بالك؟ ده اللي طبعا هو ده بياخد الباتر. وقت طويل في الريندر، صح؟ احنا مضطرين عشان نفاينل، والكلام ده ما بيحصلش الا مره. وممكن تجربي لنفسك بس تحسي نفسك ان انت نفسيا عملت شغل كويس، بتعملي بقى يعني ريجن كده على حته وانت بتعملي ريندر، هتقولي والله لو سمحت تمام. انا محتاجه ايه، انا عايز ابي ايه، قابل لي ريقي ان الشوط بتاعي ده كويس. يعني مثلا بعمل دي كده واروح جاي اعمل مثلا سيلكت على جزئيه معينه كده، يعني اجي هنا كده واروح اعمل سيلكت على دي كده وارفع سيتنج لنفسي بلي ريقك بس ان انت شغلك حلو، خدتي بالك؟ وترجعي بالسيتنجز تاني. فانت القصه عندك كده مشتمله حاجتين، الريزولوشن دي اول حاجه، تاني حاجه السب ديفيجن اللي انت هتحطه. فانت بتقولي لي دلوقتي نرجع بقى للصوره اللي هي بتاعتك، انت بتقولي دلوقتي فين النويز ده؟ ده غرق النويز، تمام. طب انا كله هعمل نويز ايه؟ والضوء بتاع اللي ورا المراية وحش. طب انا هعمل ايه بقى؟ انا عايز اشوف السيتنجز اللي انت حاططيه. اديني كده اعمليه شير كده يا شمس. تمام، ثانية واحدة. هو بس عشان أنا براحتك. لا مش فاتحة براحتك. الفايل فاخد وقت، لا يعني لا مش هاخد براحتك. وقت، يعني هي دقيقة يعني. طيب ماشي. ازيك يا اميره غزالي؟ ازيك يا فنانه؟ ازاي حضرتك يا دكتور؟ راحت عليك نومه صح؟ لا لا والله، بس انا معلش قلت كنت لهم بعمل مش حاجة. هبدا الا لما غزالي تيجي. ربنا يخليك يا دكتور، تسلم ايديك على الشغل يا بنتي، تسلم ايديك. ربنا يخليك. احنا عايزين مشاكل كتير قوي النهارده، احنا عايزين النهارده يبقى كله زيتون. تمام. تاخدوا حاجه حلوه عبال ما هي تخلص، وهي برضك تبص معانا شمس، يعني تدوس دبل كليك تفتح الفايل وتبص عليا. ماشي، يلا. طيب بص، ساره انت هنا يا ساره صح؟ رقيه انا مع حضرتك. بس المايك على اللابتوب بايظ، كده. فداخله طيب ما جراش حاجه. بالمايك على التليفون والشاشه على اللابتوب. طيب لو انا حبيت اعمل حاجه زي كده اعملها ازاي؟ انا مش بتكلم على مش بتكلم على فتحه وداخل منها اضاءه، انا بتكلم على الريز دي. ريز بقى في شمس، ريز في عاملها ازاي؟ يعني الطبيعي اللي بيطلع العادي اهو، اللي هو ايه، صوره من غير اضاءه يعني فاضيه كده. لا دي كده مش فاضيه كده مثلا، صح؟ انا عايز اعمل ريز دي بقى، اعملها ازاي؟ دي نفس فكرة اللي كان اسمها IES تقريبا. لا ويا سلام بقى دي لو في انتيريور شوت وفي ستاره وداخل منها الشكل، اوه ده جامده جدا يعني. مش عارف، انا ما شفتش كان ايه السؤال عشان كنت بفتح الفايل. اقول لك بص، السؤال انا لو حبيت اعمل مثلا افكت زي ده كده، شايفه ده؟ ده عادي شمس وداخله ورامي ضلال على الارض صح؟ شمس. لو انا حبيت اعمل ري زي كده اعملها ازاي؟ طب حاجة شبه الـ IES اللي كنا عاملينها قبل كده؟ لا اولها وزوده امتحانين. بنحرك الشمس؟ بص هي سكتت وما رضتش عليا صح؟ طيب لازم في حاجات لا نتجاهلها لو عشان حركنا الشمس بص انت عندك الريز مش هيبان برضو. ما انا هقول بص انت عندك الكادر بتاعك اهو حلو، انا عملت شمس مجرد شمس بس دي كده، استني بس اشيل الافكت. على فكره انا بقول لكم الكلام ده عشان انا مبسوط من شغلكم حلو، يعني ده جزء من محاضره الادفانس كده بس عشان انتوا تستحقوا. بص شكرا لما لحضرتك. تيجي تعملي ريندر المفروض الطبيعي تمام ان الشكل اللي هو بيطلع منه ريندر خلاص بيطلع لي عليه ضوء اضاءه عندي على الارض وخلاص وشكرا، زي ما بيحصل معانا في ظل الشباك ده المنظر زي ما طلع قبل كده. طبعا انا رافع سيتنج عشان الافكت يظهر. سي علي كنسل عشان هو شكله مش مريحني، اشيك بس على انتوا قفلتوا مايكس ليه؟ مع حضرتك يا دكتور. عشان بقلق بس ان هو يكون قفل يعني. ده ريزولوشن ده والله ده قليل.
تمام، ودي فيري لو كمان، وجهنا ادي لايت كاش انا اللي استعجلته. ماشي، انا بقى عايز اعمل ريز دي، هعملها ازاي؟ الطبيعي والمنطقي اللي هو اللي ظاهر ان هي مجرد اضاءه ونازل ظل الشمس عندي على الارض، اللي هي شكل دي كده بالظبط. يعني بدل ما ترندر ونستناها، ده المنظر الموجود. انا عايز اعمل بقى الريز دي اللي هي دي، هعملها ازاي؟ اول انا مش هغير اي حاجه غير ان انا هاجي هنا فين؟ هيلبرز تمام، وهاجي من جوه هيلبرز اخد ايه؟ اتموسفيريك ابرتشر واجي اخد ولا بوكس جزمه. طب اعمل بيه ايه ده؟ هتروح انت كده عامله البوكس كوسيله من وسائل الهيلبرز، الادوات المساعده، بس البوكس ده تكون انت مغطسه فيه، انا بنفس اللفظ كده مغطسه فيه الاوبجكت بتاعك. شايفه؟ بص كده في الفرونت، شايفه؟ كانه بيحتويه كده. في مشكله؟ لا تمام تمام، هتروح انت ماسكه البوكس ده وتقولي له لو سمحت ده اللينث والويدث والهايت بتاعك عادي خالص، في عندك هنا الايفكتس اتموسفيريك ايفكتس، هقول له هنا اد، وهتدي له هنا ايه؟ very environment fog اوكي، ايه ده خلاص كده؟ اه طبعا، انا لو عايز اظبط الفوق ده حاجه اختار واجي ادوس على سيت اب، ودي السيتنجز بتاعته من تحت. شايفها؟ قبل بس ما نلعب فيها ولا حاجه، انا هعمل ريندر بس. ممتاز صح؟ لا ضلمة ايه ده، يعني ما حدش شايف الريز اللي طالعه دي؟ ايه ده خالص؟ طب ساره حتى؟ طيب، لا خالص طب رقيه؟ هي بدأت تظهر بس هو الشات ذات نفسه ضلمة وايه ايه النقرشه دي اللي عامله زي السمسم دي؟ هي دي زي اللي عندك الشمس؟ يعني شبهها بس أخف هقول نعمل ايه بقى عشان الريز دي تظهر. هتروح انت داخله على السيت اب الاول، واجي اقول له لو سمحت، طبعا انت عندك الفوج كالر بيبقى لونه جراي او لونه ابيض، انا هاجي هنا كده الفوج ديستانس دي انا هرفعها، بدل ما هي مثلا 100 سم هرفع يعني ارتفاعها عن الارض قد ايه؟ هخليها مثلا لو ارتفاع الدور 3 متر ممكن اكتب مثلا هنا 4 متر، اللي هي 400 سم يعني، واعمل هنا رند. ده الكلام ده داخل بقى من شباك، داخل من مكان، هتلاقي الشط عندك نور بس وفي نفس مش الوقت. نفس المشكلة اللي عندي. لا لا، دي حاجه ودي حاجه، انا بشبهها لك بس. تمام. بس خدي بالك الايفكت دي بتبقى اسهل شويه يمكن على الفوتوشوب عشان ما تاخدش وقت. يعني انا مش بتكلم على دي لوحدها، ما انت مش هتعملي دي بس، انا هعمل دي مع الايفكت مع اللايت مع الماتيريال مع الريفلكشن وهكذا. دي حاجه طلعت؟ تمام. يعني انت قصدك ان دي ممكن اعملها في الشوت او الكادر بتاعنا؟ انا ما رضيتش اعملها في الكادر بتاعنا عشان هتبقى تقيله شويتين. يعني تعالى هنا كده، ادي اوبن الشوت بتاعنا كان اسمه اعتقد هو ده متهيألي صح؟ 12 9 متهيألي. خلاص، والدنيا متظبطه، وادي الشمس مش اي مشكله. مين يمليني اللي فاكر؟ هندخل على الكلاس دي الاول تعالي نظبط تقريبا دي مش متظبطه، فهنيجي هنا كده نخلي الفوتون ايمت ريديوس لو حد فاكرها تغطي 3 شبابيك. ماشي، لو حد فاكر برضك اللي هي الجراوند لو خط الافق اخليه ابيض. أبيض تمام، ثم السايز مالتيبلاير ممكن اخليه 5 مثلا، اللي هو بتاع الايفكت اللي هي الفيدر على الارض. ماشي، ايه بقى الخطوات؟ اخش عندي على الهيلبرت زي ما انت قلتي. بعدين بوكس جزمه تمام، بس هجيبيها منين؟ من اتموسفير طيب ليه تحت السنة عشان ما حدش يطلعه، واجي المساحه دي كده اهي، واخليها تبقى ايه؟ محتواه للبوكس جزمه اللي انت عاملاه، وادي اللي اتفتح، واجي هنا كده بموف انزل بيها برده كده شويه. خلاص، طيب ثم اخش على موديفاي، هعمل ايه؟ بحطها على الأوضة كلها اه طبعا، بصي اد
ال V-Ray خلي بالك انت Environment جايبه الاد دي من البوكس جيزمو، ها اد انفايرمنت فوق اهي، V-Ray ثم Environment. امسكها سيت اب واقول لو سمحت من تحت كده شويه، فين الافكت اهو، فين الديستانس، انت عندك ارتفاع الدور كام؟ 3 متر اعتقد، برضك نكتب 3 او يمكن 4 او 3 ونص. بعدين وقفنا كده وعمل في حاجه هتبتدي تظهر خلاص، بس خدي بالك ده بياخد شويه ايه، شويه وقت ازيد شويه. شمس ظبطت الدنيا، شمس عندك؟ اتفتح. طيب تمام، انا هخليه رندر براحته وبعد ما يخلص انا هوريه لك، بس اكون شفت شمس. يلا انت عملت شير يا شمس؟ تمام. انا عايز افتحي بقى اللي هي الريندرنج، ريندر سيت اب. تمام. تمام. انت اولا انت حاطه الريزولوشن بتاعتك كام يا حاجه؟ 1200 في 1000، احنا بنفاينل صح؟ هتروح انت جايه كاتبه هنا 3500 او 4000 كمان ماشي. وما تنسيش كمان انت عامله ديسبيسمنت، الديسبيس لا استني اندو لا كان استني. لا لا، هي كانت كام تحت؟ كانت 1000 ألف ومتين. يلا اكتبي 1200 انتر، أوكي. بس حط اللوك تمام، واكتبي فوق هنا 4. ما تنسيش انت عامله ديسبيس فين؟ في الماتيريال، فدي برضك بتاخد وقت طبعا اخف من موديفايد ديسبيس. طيب تخشي بقى على كلمه فيري من فوق. تمام استني بقى، انت عاملها باكت تمام وهي 24 تمام، مش هنزود عشان ده ما فيهوش حاجه، ما فيهوش تفاصيل يعني، يمكن الواو يعني مش عارف انت فاتحه الجاما ولا لا. فتحة. خشي كده على الكلر مابنج، شوفيها كده كلر مابنج عند جاما شغاله. تمام. خشي بقى على الجي اي من فوق تمام، ريدينس ولايت كاش شوفي كام. ده انت افتريتي على الجهاز عندك ماشي، وده هات 1500 تمام. فاضل تفضل حاجه صغننه قوي بقى اولاد، اللي هي ايه؟ حضرتك خش على كلمه ريندر اليمنتس فوق، وتيجي تختاري من اد حاجه اسمها جري نويز. استني بقى قبل ما تختاري اصبري بقى زي ما انت كده خلاص. ايه مش احنا اللي كنت انا بشرح انا وشمس الوقت اللي هي ايه ريزوليوشن، وبروح اظبط سب ديفيجن واحط سب ديفيجن المناسبه ورقم كذا صح؟ طب معلش فضل عندي بقى شويه نويز، قال لك انا هحط لك الكلام ده بدءا من في ري اخر في ري 4، هحط لك وظيفه او اليمنت اسمه في ري دينايزر. ماله؟ لما بيجي يلاقي نويز بيبتدي يمسح. بس خدي بالك، خدي كده انت عندك الدينايزر الستاندرد بتاعه، يعني خدي في ري دينايزر. بص تمام. بقى ده انا ممكن اعدل فيه واخليه سترونج او ممكن اخليه ضعيف شويه، الستاندرد بتاعه كويس. لو انا جيت زودت، لو انت نزلت تحت بعينك شويه تحت ايوه هتلاقي السيتنجز بتاعته ايه، ما تلعبيش فيها، لان انا لما باجي ازوده واخليه بخليه هاي ولا حاجه بيمسح لي التفاصيل بتاعت الكتل بتاعتي، يعني ممكن تلاقي النقشه بتاعت الصخر ده صعبه او ممحيه شويه لان هو بيعمل بليرنج خلاص، فالستاندرد بتاعه بيشيل لك النويز. شغالي ده على كده ان شاء الله حته منه، يعني شوف الحته اللي كان فيها نويز قوي بريجون بقى. طب واللايتس دي يعني اللي ورا المراية شكلها كان غريب. غريب. طب وريني الصوره، طيب ما تعملش ريندر بس وريني الصوره أنا عندي نفس المشكلة بتاعت الضوء اللي ورا المراية. كويس كويس، وريني هوريك الصوره الصورة بس. افتحيها حتى من هنا. فايل اوبن ايمج او ايمج اوبن. اوكي، من عند ال 3D Max عادي. اوكي ما هي صوره تحت، لا كنسل ده معلش معلش كنسل. فيو ايمج فايل اوكي. بس ستوب. تمام. هي تقريبا ماشي. اوكي، حلو بس قوي الضوء ده شرم. ليه بقى؟ اقول اكيد انت حاطه اللي هو الديسك لايت يمكن مساوي شويه لمين؟ عشان نجيب دي كده على جنب اهي تمام، ممكن تلاقيه مساوي لل
لشكل المراية. هاي بقى هنا الديسك، اعتقد هي دي ده معناه شنطة، ان هو فعلا هي دي صح؟ هي اللي في النص. صح كده؟ هتروح انت جايه مصغره الريديوس بتاعتها فين؟ حاجه هنا كده عند الريديوس، وراح جاي مصغر الريديوس ده. احس ان انا مش عايز اشوف منها الا الجلو بس فقط. فاهمه؟ انا عملت كده ما كانش مبين اي لايت، لا فانا ده كده غصب، لا غصب عن بوزه لازم اللايت، مش مزاجه. بس امتى بقى يبين الكلام ده؟ لما بقول لي تيجي هنا اهو النوتة كده دي الاوبشنز، خليها تو سايد عملتها جنبها دبل سايد كده. كده، هيبقى كده هيبين. تعالي بقى نعمل ريجن مثلا على حته صغيره، ممكن نعلي بس الملتبلاير، لان هي 30 حطها ممكن كام؟ 30 تكون قليلة، لا 30 يعني مثلا قليل. ممكن اجرب 50 مثلا. و خليها 200. ماشي 200 مرة شو حتى فعلا لما تيجي تعمل تشيك جهاز بتضربي فوق او هيطير تحت؟ دلوقتي. ايه؟ الجهاز هيطير الجهاز خلاص. هاي، وعاملة هاي سيتنجز وحاجات كبيرة قوي. لا انا مش هعمل ريندر للصوره كلها، انا هجيب هنا لاست ريندر بس، واجي اقول له لو سمحت انا عندي الصوره دي، اعمل لي ريجن هنا اهو كده على كل هي دي كده، حتى بس عموما لا بلاش حته من الديسبليس عشان هتاخد وقت، حتى كده بس. احنا اخترناش البرسبكتيف. تقريبا مش احنا عارف. كده كده جايبين اخر حاجة اصلا، كده كده جايبينها من لاست رندر، ولا برضو لازم ابقى لا دايسة لا 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 نقطة؟ ده انت ما عملتيش لوك، ما عملتيش لوك على الكاميرا، كنت يعني هتوفر عليك. فاكر لوك كاميرا؟ لا احنا ما خدناش لوك كمان. خدناها. وطلعت خدناها قلبها امتحان النهارده؟ لا خلاص ماشي خليها. طيب هاي اللي ما تمام. خدناهاش. لا خدناها. بص دخلناها في شط البحر. لما تيجي هنا ريندرنج، ريندر سيت اب، من ضمن الحاجات اللي هي ممكن تعذبك وتطلع لك لون ابيض، ممكن تقف في حته مش واخده بالك، هفصل وارجع تاني اعمل ريندر. اقف هنا ودوس على اللوك كده. اوكي يبقى انا حتى لو انا واقف هنا هتعمل لي بردك ريندر اليمين يكمل. وصلت؟ خليها بقى ترندر براحتها شمس. طلعت إضاءة شمس ولا حاجة؟ إضاءة يعني، هي ظاهرة قدامي بس يعني مش فيش حاجة، ما فيش تفاصيل باينة لحد لا دلوقتي. لسه، لا لسه، لسه معاك ربنا بقى شوية. لسه شوية، شويتين. بص أنا فضلت خليها ترندر وتقولي لي. بص بقى، تمام. هتشوف حاجة؟ بس طبعًا في نقش، في طبعًا ما أنا عامل تيست. يعني مقلل ريزولوشن، خدت بالك؟ الكلام يعني ده هو ممكن هيطلع احسن من كده، ليه؟ ريزولوشن أعلى، هيطلع شكله أحسن من كده لأنه شكله هيطلع كده، كأنه ضباب في الشارع. هيطلع كده، أوكي ماشي. خدت بالك؟ لو عايز اتقل ومفيش مانع، عايز اغير لون الضباب ده ومفيش مانع، مفيش مشكله. تمام. طيب بصوا بقى، احنا اخر ما احنا جينا اتكلمنا في جريدينت، لما يخلص اللي هي شمس بس، صح؟ انت فاكر كويس. طيب بص بقى، اخر ما احنا جينا اتكلمنا يا اولاد، اتكلمنا في موضوع جريدينت، بس انا جريدينت عندي فيه عيب خطير جدا. ايه هو؟ ان هو بيروح يديني جريدينت على الكتله كلها، ما بياخدش في اعتباره الاجزاء الصغيره بتاعت الكتله. احنا مش فاهمين. تعالي هنا كده مثلا على اللي هو ايه، الاستوديو اللي هو بتاع الدبدوب ده. عادي مسكت الكتله. انتوا تقفلوا مايكس بس ليه؟ نعم مع حضرتك. مع حضرتك يا دكتور. بص انا همسك دي كده رقيه، واجي هنا كده على الماتيريال عادي خالص، وهتروح دي جاي واخده منها اي سلوت من سلوتس اهي. خير. كده في حاجه بتحصل. هاخد اي سلوت من السلوتس واقول له هنا كده همسك الكتله دي، وهاجي اقول له هنا اساين وشو. كنت باخد الجريدينت او الرامب منين؟ من ديفيوز. حد فاكر ولا؟ شمس. أي دكتور. طيب فهاجي اخد منها جريدينت اهي. تمام.
واجي اعمل اساين وشو حتى بنفس الالوان بتاعته. لو ما ظهرتش معايا احنا اتفقنا احنا بنعمل ايه، باجي هنا كده من موديفاي واجيب له امر اسمه ايه، UVW اهو ادي اليو في دبليو ماتا. حلو، عايز اخليه هنا سفيريكال، عايز اخليه بوكس، المهم ان هو خد الجريدنت منين لفين، من من أوله اول لآخره. الشكل لاخر. لكن هو ما عملش حسابه ان هو يديني جريدينت في كل تفصيله صغيره. حد شايفها؟ تمام. طب هل لي اخ او لي بديل؟ اه. مين اخوه؟ هقول هاخد اي سلوت تانيه وهعمل هنا كده ادي اساين وشو، وهاجي هنا من ديفيوز وهاجي اخد هنا حاجه اسمها ايه؟ أوله اه. حد شايف شكل الجريدينت نفسه؟ هو ده اخو جريدينت، يعني الفول اوف اخو جريدينت. بس الميزه بتاعت الفول اوف اللي هي ما فيهاش الا لونين، ممكن اعمل ميكس ما بين لونين او حتى ما بين صورتين. الميزه بتاعته ان هو بياخد باله ويعتبر كل تفصيله صغيره دي لها جريدينت. مش فاهم، تعالى بس، انت عايزه اللون الابيض هو اللي سائد ولا الغامق؟ ممكن اجي عكس اللونين ده لو كده، واجي اعمل هنا كده ده اساين واعمل هنا ريندر. ايه النتيجه؟ النتيجة إن أنت هتلاقي إن هو طبعا لما يترندر هتلاقي فيه عندك الودان خد الجريدينت، القرون بتاعته المناخير الجريدينت وهكذا. يعني الفرق الوحيد ما بين فول أوف وجريدينت إن الجريدينت بتديني على الكتلة كلها. خدت بالك؟ فأنا عشان أنا في حاجة مش مريحاني أصلا. أنا شفت كده أنا فتحت الماكس. لا لازم تبقى انت حاسه بالتغيرات، لو انت كده كده بتعملي تيست، فبدل ما تستني كل الفتره دي كلها. حد معايا يا ولاد؟ مع وهتيجي حضرتك تخلي مع الكلام ده التكيوت. واجي اعمل هنا ريندر. ايه النتيجه؟ ان هو الفول اوف بياخد باله وبيحط في اعتباره الاجزاء الصغيره وبيدي لها ايه؟ بيدي لها جريدينت. ايه كمان؟ ده الفرق الوحيد اللي هو ما بين جريدينت وما بين الفول اوف. بص يعني كده هو بيدي لكل حتة اهي. فيه اه جريد. اه بص عامل ازاي؟ بص الودان او الجزء اللي طلعت او حتى الكسرات اللي في الشكل بيديلها جريدينت. شايفه؟ اهي في فاتح وغامق، في فاتح وغامق اللي هي ما كانتش موجوده اصلا في الصوره اللي احنا كنا عاملين لها كولوب. لا مش فاكرين، معلش. طب اقول اما تخلص دي هيعمل لك الثانيه جريدينت. بصي بصي الودان الجريدينت بقى هياخد ال من يعني فوق نص لتحت. يعني اه من من فوق فوق لتحت. لتحت. شايفه انت الفول اوف عامل ازاي؟ تعالي كده خلي هي زي ما هي، وهاخد الكره الثانيه اللي هي احنا كنا عاملينها جريدنت، هي جريدنت العادي، واعمل رينج. بصي هو من فوق لتحت، هو ملوش علاقه بقى في تفاصيل، ما فيش تفاصيل ما ماليش علاقه. يبقى كده الميزه ما بين فول اوف وما بين جريدينت ان الفول اوف بيعتبر وبياخد اهتمامه كل جزء من اجزاء الكتله اللي انت عاملها. في سؤال بقى، امتى انت استخدم ده؟ ما بالظبط لو انا مثلا حبيت انا دي الصوره القديمه، حلو، ده صورة ايه دي؟ او تحسيها خامة ايه؟ بألوانها كده تمشي قماش؟ لا، طيب ايه انت حاساها ايه؟ حاجة ميتاليك شوية بس مش قوي، ممكن مطفية؟ ميتاليك مطفي. لكن المهم ان هي مش قماش، صح؟ لا لا طب ده اكيد رأي اكيد من كل؟ لا، انا مش عارفة، مش اه كونة رأي الصراحة. غزالي مش قادرة تحدد لها. طب شمس؟ انا كمان طيب سارة؟ تمام. رقية؟ لا مش عارفة برضو، بس المهم ممكن تمشي شموا، انه لما بنعمل فيه كده شايفه بس زي مش. يعني هي تمشي شمع ولا ما تمشيش قماش اصلا؟ هو انت عايز ايه؟ هقول اوكي، انا عايز اوصل لك ان انت عندك اصل الكتله نفسها اهي. يعني انا ده الشكل بتاعك اهو. انا هاجي اعمل انهايد او هجيب الكتله الثانيه اللي فيها الكلور اللي هي كانت في ليكتشر دي اللي هي فيها الدبدوب بس بردك مخفي اهو. هكليك يمين ان هايد، كليك يمين هايد، على مجرد ان انا غيرت الكتله بس. خدت بالك اللي هي دي؟ تمام. هنشيل ده. انا بعت لكم الفايل دي قبل كده يا اولاد، صح؟ اه اشيل هنا الشمس او الاضاءه
واجي هنا كده واقول له لو سمحت اساين على الكتله دي، واجي اقول له هنا اساين وشو. كنت بعمل فلوف ازاي لو حد فاكر؟ من V-Ray material لا أو لا diffuse diffuse من ديفيوز الجام. دي تحت جريدينت، خلي بالك. اوكي طيب نقلل ده، ده أربعة، وأجي هنا الجي أي ريديانت لايت كاش، وأجي هنا فيري لو، وأجي أخلي هنا اللايت كاش حاجة أخليها هنا هون 200 مثلا، خلاص همسك زي ما أنت قلت لي كده، وأجي هنا كده من ديفيوز، وأجي أخد فول أوف أهي، مش هعمل فيه أي حاجة، يا دوبك هقلب اليمين بس زي التانية بالظبط، وأجي أعمل هنا ريندر. وقول لي كده حساها قماش أول، مجرد إحساس، خدت بالك؟ يعني هي نفس الخامة اللي أنا عملتها في الدبدوب، بس دي انت شايفاها قماش اه ولا لا؟ اي نوع قماش بقى، مش لازم قماش معين. انت خدتي بالك ان الكسرات طلع فيها برضك هنا جريدينت، شايفه؟ قماش ولا مش قماش؟ قماش عادي اه، يبقى احنا كده غيرنا راينا لسبب بس، اللي هي ايه؟ شكل الكتله. فانت خلي بالك ان كل ما الموديل عليه عامل كبير قوي في اظهار الماتيريال، هو نفس الخامه لما حطيتها على الدبدوب انتوا قلتوا ايه؟ لا مش قماش. لما جيت خدت هي نفس الخامه حطيتها على شكل القماش، ابتدت انها تظهر كانها قماش. حد معايا؟ يعني اقصد ان شكل الموديل زي ما احنا كنا قاعدين بنعمل في اللمبه لو حد فاكر، اللي هي بتاعت الحمام، قسمناها وحطينا لها اللايت من جوه ودينا لها ازاز من بره والميتالز والكلام ده كله، ظهرت كانها فعلا واقعيه. فخلي بالك من الموديل عليه عامل كبير قوي في الاظهار. تمام. طيب تاخدوا سؤال ولا تاخدوا زيتونه ولا زيتونه بسؤال؟ ستون ماشي، لو انا حبيت اعمل الستان اعمله ازاي؟ عليه ريفليكشن مش عارفة. انا بصي انا عايز اعمل الستان ده، اعمله ازاي؟ يعني انا مين بقى؟ اول حاجه جت في دماغي يعني بمعلوماتي الضئيله عن الماكس فعلا ان انا احط بس لون ماشي، واعلي الريفلكشن يعني انت هتسيب الفول اوف وهديله هنا، انا عايز نفس الخامه. يعني انت جيتي عملتي ايه؟ يعني انا هاجي من هنا كده، ادي اساين وشو، ماشي من اول وجديد، واجي هنا كده من ديفيوز، وهاجي اخد الفول اوف اهو باي الوان عشان الجريدينت والكسرات دي. هاخد مثلا لون تحبه ايه؟ الاحمر الازرق اي حاجه ماشي، النبيتي غامق، وهاخد واحد من نفس اللون هو تحت، بس هفتحه واديله نفس اللون، خدت بالك؟ بس اللي هو الفاتح شويه، تمام خلاص. طب ثم ممكن اخلي اللون الغامق هو الايه اللي سائد، يعني هو اللي يبقى اكتر، تمام هو اللي يبقى على الاطراف يعني. طيب انت قلت لي ارجع ورا شويه ودي له ريفلكشن، صح؟ ادي له ريفلكشن قد ايه كده مثلا؟ مش كتير قوي يعني. خلي بالك ده ستان او حرير، اقل انا مش عارفه اقل ولا اكتر. هنا بقى انا بقعد اجرب بصراحه، بس هو اكيد مش ابيض يعني، اكيد مش هننزل لحد تحت قوي. لا كده كويس. وخدي بالك ده ستان، ها بيلمع، انا ببص على الصوره اللي جامعه على ما الكوره. عشان كده، ما انا عارف، ما عشان كده انا بقول لك هو بيلمع. ماشي، ثم هتسيب الواحده زي ما هو ولا تقليه؟ حاسه انه جلوسنس بتاعه كويس، مش عارفه ماشي يعني. يا انا حبيبي، بسيب ممتاز. هو قلب بحاجة بلاستيكية جدا، هو شكله قلب مسمى بلاستيك. مطبخ. وطلع ضحك فعلا. احنا كده ممكن يعني نقلل مثلا الجلوسنس، مش عارف، براحتك اهو، كنسل نرفع الريفلكشن لفوق شوية مثلا مثلا كده مثلا، تحت سنة. معلش. ماشي كده، ممكن الجلوسنس مثلا نخليه 0.7 دلوقتي، ماشي. مش هنلعب في حاجة في المابس لتحت. لا مفيش مابس، لا الافكتس، لا اوكي كده كده ممتاز. انا اشوف ثانية واحدة. يمكن يطلع ممتاز بجد. لا على فكرة ما بقولش ممتاز، ممتاز. تمام. لا لا، هو لا في لا امل. لا ده مستتان خالص، ممكن يمشي جلد بس مشمع برضك مطبخ، صح؟ يعني هو لا يزيد عن مشمع المطبخ. طب ماشي، نعمل ايه بقى؟ الانسيابية في الريفلكشن مش باينة قوي لا الانسيابية بتاعت الستان نفسه او الحديد مش هي دي، هقول لك. بالظبط. طب انت هتعمليها منين؟ انا مش هاجي عند الريفلكشن خالص، انا من جوه الفول اوف في عندي من تحت هنا حاجه اسمها ايه؟ ميكس كيرف. مين ده بقى؟ الميكس كيرف. انا مديكوا فولدر في عندك حاجه اسمها ماتيريال سيتنجز،
لو انت جيتي بصيتي كل الخامات هتلاقي في عندك فيها جنبيها الايه البارامترز بتاعتها صح؟ انزلي بعينك تحت هتلاقي في خرائط مختلفه لاشكال مختلفه، شايفه؟ يعني مديكي خريطه كل شكل، اللي هي من ضمنها اللي هي الستان. فين هي؟ فين فين فين؟ هتلاقيها تحت خالص، شايفه؟ علامه الصحيح دي انا محتاج ان انا اعملها. ايوه اعملها ازاي؟ انا مش فاهم. واحده واحده، احنا خدنا كام نوع من انواع النقط؟ اربعه، كورنر، سموث، بيزير كورنر، صح؟ فانا هاجي اروح جاي هنا وهي شمس، ارفع النقطه دي كده واجي اضيف هنا نقطه اهي، واجي هنا كده بموف انزل بيها واضيف هنا ادي نقطه وادي نقطه تانيه، واجي هنا كده بموف اروح جاي اعمل كده. كانك انت بتشتغلي في لاين بالظبط. هكليك يمين خليها بيزر سموث وراح ساحب دي كده، هكليك يمين خليها بيزر سموث وخليها عامل دي كده، هكليك يمين بيزر سموث وخليها عامل دي كده. يا سلام، يعني انت عايز تقول لي ان البتاع اللي احنا عملناه دي هطلع عليها ستان؟ اعمل لي ريندر وشوف. اه ستان ولا مش ستان؟ الله أتعلم. ده انت اول مره تقوله قبل ما رندر كمان، قبل ما يخلص الريندر يعني. بصي اه، بس خدي بالك اختيارك للالوان مهم، يعني انت اختيارك لشكل اللون نفسه مهم، يعني يعني انت تختاري اللون اللي هو الغامق ومن نفس اللون الفاتح بتاعه. يعني ايه تاني؟ كنسل اهو. يعني انا هاجي من هنا مثلا، تعالي نختار مثلا ازرقات. خلي بالك انت في البدايه اهو، تاني هاخد ده واقول له هنا ادي اساين وشوف، واجي من هنا كده ديفيوز، واجي هنا اخد فول اوف ونشتغل. هنا الاسود ده او اللون الغامق اختار له مثلا، ناخد تحبه ايه طيب؟ هو نفسه ال هو purple ده؟ ال ماشي. purple وبعد كده هاخد كوبي منه نفس اللون واخد منه الفاتح، يعني انا باخد اللون ثم اخش من جوه اغيره، اشوف فين الفاتح بتاعه اهو، المنور بتاعه بس اللي هو. وخلي بالك على حسب درجه النور اللي انت خدتيها وفتحنا اللون على حسب اللمعه اللي هتطلع. طب انهي لون انت عايزاه يبقى سائل؟ ده ولا ده؟ الغامق. تعالي كده نعمل رينج. طبعا الشكل عندك تحت اهو، هضيف هنا عندي نقطة، وهاجي هنا كده بموف انزل بيها، وهاجي رقية اروح جاي عامل دولت اهو، وهاجي هنا كده بموف واروح ساحب دي كده اهي. هو حضرتك ضفتهم بناء على الصورة اللي انت اه شفتها. الصورة اللي موجودة اه. وخلي بالك ده بيتحفظ، يعني انت على حسب الشكل اللي موجود عندك على حسب الايفكت ما يطلع، عشان كده مديكوا السيتنجز كلها للاشكال كتير. تمام. بعد كده نعمل ريندر. شايف اللمعة قلت شوية ازاي؟ تعالى نعمل ريندر. اه بس دي قليلة. ماشي اوكي الأحمر كنسل. كان أحلى. اه كان احلى. تعالي بس ايه نخلي ده فتح شويتين كده، بص كده. لا ما بعد أقوى. طب استني، انت بتقولي اللون السائد، اللون السائد، واحنا وانت قلت لي انا عايز الغامق، طب يعكس كده اللونين دول. بص الكوره بقت عامله ازاي، بص اللمعه بقت عندك فين. شكله مزعج قوي. ما عشان انا، ما انا قلت ايه او رهولة لما بنيجي نعكس الالوان اللي بيحصل، انت عايز انهي لون هو اللي بقى سائد واللون التاني هو اللي ضعيف. لا وحش. وصلت؟ تمام. عملها تاني ولا تعملوها؟ ممكن نعملها. طيب ممكن تعملها تاني. وعاش حط امسك دي كده ادي اساين وشو، واجي هنا كده من ديفيوز شمس. هو خلص عندك شمس؟ خلص، بس يعني مش حاسه انها موضحه حاجه غير ان هي واضحه، بس اللايت بتاعت اللي ورا المرايه عادي. طب ابعتها لي. لا مش عادي، خلي بالك انا صغرت ريديوس. ها طب ابعتها لي كده. ممكن عشان كده، ممكن لما نكبرها يبقى شكله. طب ابعتها لي. ابعت الفايل. لا ابعت لي السوق الريندر برين سكرين وابعته. بص وبعد ما تاخدي برين سكرين انا عايزك تروحي تعملي السيتنجز قليله، خدت بالك، وتعملي ريندر للصوره كلها. بعد ما ابعتها اعمل
رندر قليل بعد. قليل السيتنجز واعملي رندر للصوره كلها، شوفي في تغيرات ولا لا. تمام ماشي. صوفيا كده، ايه رايك ده؟ تمام ظبط. ظبطت. تمام، هو انا ازاي برجع الكروب يعني تاخد الصورة كاملة مش بس حتة؟ هقول لك. شايف انت الريجن ده وفري، يعني انت بتكوني واخده مثلا حته كده، تمام دوس عليها تتشال. طب انا عايز اعمل مثلا شكل السجاده، السجاده، او حتى عايز اعمل شكل الجراس، او اللي هي شكل النجيل الخضر، بس ما حدش شايف المايكس. تعالي هنا كده في الاكستندد، واروح رايح جايب هنا حاجه اسمها تشامفر بوكس. ايه التشامفر بوكس؟ هو عباره عن بوكس بس اطرافه ملفوفه. هتشايفه؟ طيب طبعا مش هخليها كده، ده انا هقلل القيمه بتاعتها قوي، يعني هخليها بس دي هنا اليونت سيت اب عندي هنا بالسنتي. واجي اقول له لو سمحت انت عندك ارتفاع السجاده اكيد مش 5 سم، ممكن اخليها مثلا 0.5 مثلا، حاجه يمكن اقل كمان. طب ليه انت خدت تشامفر بوكس؟ عشان اطرافه تبقى ملفوفه، الشعر بتاع السجاده خلاص خدت بالك تبقى ايه، ملفوفه حوالين الاطراف. الفيلت هروح اللي هي اللفه، يعني خليها مثلا 0.3 مثلا. واهم ما في الموضوع ان انا اروح ازود سجن، لان كل ما السيجمنتس عندكم زادت يا اولاد كل ما انا هروح اعمل ايه، الشعر بتاع السجاده هيزيد. طيب فين السجاده؟ هقول تعالي يا اما نخش نجيب، خلاص بظبط ده كده اهو، حاجه هنا كده، وقول لو سمحت اديني، مش عارف انا كنت منزل واحده من الانترنت برضك، كان الكورس اللي فات اهو، ودي سجاده تانيه، وكان في واحده تانيه اعتقد احلى، مش مشكله انا ممكن اخش اجيبها من الانترنت. طيب حاجه كده اهي، وقول لو سمحت انا عايز مثلا اقول له تارجت مثلا بيكتشر اهي، واجي اخش على الايمجز اهي، اختاره بقى. بس طبعا ما تختاريش برسبكتيف، يعني تختاريها بلاين. ناخد دي مثلا عشان في الوان مختلفه ماشي. وفي كتير، يعني تختار اي واحده من الكاتيجوريز دي هتلاقي الموضوع اختلف معاك كتير قوي. ماشي، حاجه هنا كده، واجي اقول له انا سيف امد، واقول له لو سمحت احفظها لي على الديسك توب. ماشي، وتعالى بقى نشتغل. ايه اللي انا جيت عملته؟ عملت شامفر بوكس مزود فيه سيجمنت، ماشي. ثم حاجه هنا اهو كده، في عندي هنا ايه؟ فيري بيري. وهتلاقي في عندك هنا حاجه اسمها ايه؟ بيري. بيريفر. بص مجرد ما دوست عليها بس في حاجه طلعت، يا نهار اسود ايه ده كل ده؟ ما هو خلي بالك كل ده بيبقى بناء على كميه سيجمنت، وده احنا مضطرين مضطرين لها وهنعدلها كمان، يعني اكيد ارتفاع الشعر مش 38 سم بس خليها الوقت. خلاص؟ فانا هعمل ايه؟ اروح انا جاي، انا اخرج بس من الامر عشان ده تقيل، اروح جاي الماتيريال واخد السجاده اللي انا جايبها، خلي بالك انا مش هحطها كصوره، انا فاهمك هتعملي فيها ايه؟ همسك دي كده خلاص اي سلوت، واجي اقول له هنا كده ادي فيوز بيت ماب عادي خالص، خلي بالك بيت ماب مش في ري، بيت ماب، بيت ماب بس. وهاخد الصوره نروح فين؟ ايه دي فوق؟ لا فوق. ايوه جات على الكورة، واقول له هنا ادي اساين، ابعتها مرة على الشعر ده ومرة وابعتها على مرة على الشامفر بوكس اللي في الارض. يعني انت قصدك كده هتعمل ايه؟ يعني انت لزقت لي صورة والسلام. هقول لك بقى، بص لما اجي اعمل ريندر كده، بص هيطلع ايه؟ هتشوف حاجة؟ طبعا مش هسيبها 38 سم ابدا ابدا،
فهاجي هنا كده كنسل الرقية، واجي هنا كده من موديفاي وامسك الشكل ده واقول له والله خليها لي مثلا 2 سم مثلا، وبرضك 2 سم كتير، خلي بالك الثيكنس انا هقلله يعني خليها لي مثلا 0.2. الجرافيتي اللي هي تنجذب للارض او تحس انها متنيه او ملفوفه، الريندر كده ودي سجاده ولا مش سجاده، وما تخلص يا شقادة. ده سجادة ونص كمان، خدت بالك؟ أيوة تمام. وبرضك بقدر اتحكم في التخانة، واقدر اتحكم في اللينس بتاعها، واقدر اتحكم في كل حاجة، بس هي للأسف بتحتاج سيجمنت. طب طب ازاي الجرا خليها انعم؟ انعم هقلل الثيكنس، يعني اوكي السيجمنت زيادة بس اقلل الثيكنس بتاع الفتلة، ما في عندك فتل سجادة بتبقى تخينة متختخة. طيب لو انا حبيت اعمل جراس بقى اللي هو شكل النجيل الخضراء، هبدل بس الصورة، هي نفس اللي احنا عملنا بالظبط، بس تعالي اجيب لك صورة جراس مثلا يا شمس مين اهي، خدت بالك انا غيرت موجودة. الصورة، غيرت الصورة اللي نازلة على الاصل، نازلة على الفير اهي، بس طبعا حرفة اخليها طويلة، مش محتاج التكنس طبعا هتختخها شوية، لان انت عندك شكل النجيلة نفسها بتبقى تخينة من تحت ومسحوبة على فوق، الجرافيتي مش هخليها، اخليها طويله كده شويه يعني ما تبقاش في جاذبيه لتحت، بند ممكن. التيبر، حد فاكر امر تيبر؟ اهلا وسهلا. دخلنا بيها بند، عمود قبل كده. بند وتويست وتيبر، احنا خدناها في تاني محاضره او تالت محاضره، اللي هو بيخليك القاعده تخينه والتاج من فوق رفيع كانك يعني بتسلبي عمود، فانت هنا محتاجه تفردي مع النجيله الخضراء، الورق الشعرايه نفسها بتاعت النجيله بتبقى عريضه من تحت وطالعه عامله الدبوس، خلاص فخليها كده مثلا بوينت كذا، وتعالى نعمل ايرنج ممكن اجيب السهم ده وامشي حوالين الحاجه اللي انا عايزها، ايه يرندرها الاول، يا لهوي تخين قوي، كنسل وما تستنيش كل ريندر، خلي بالك يعني انت عامل لي الثيكنس 0.7 ده ايه ده، خليها مثلا 0.1 ماشي، وتعالى ارتفاعها زودها شويه، وتعالى الثيكنس 0.1 ماشي، وتعالى نعمل من طب لو في حاجة مثلا زي ان انا محتاجة ازود لمعة او كده، دي بقى بتبقى من دايما من الماتيريال الحاجات اللي اه حواليها. طبعا، مش انت حطيتها، مش انت حطيتها، حاطه الكلام ده من ديفيوز، عندك تحتيها ريفلكشن، وعندك حاجة زي ما احنا عملنا فازة الزرع بالظبط. ثانية، الحاجة دي مش بتبقى متأثرة بالحاجات اللي انا حطها معاها؟ طبعا لو في ما عشان طاقة كده، او شمس ما عشان كده انا حاطط اضاءة في الاستوديو ده، خدي بالك زرع ازود زرع ولا مش زرع، زرع بس خدي بالك هي للاسف الحاجات دي محتاجة مكنة حلوة عشان تقدر تستوعب الكلام. حتى الجاز قوي. ما تتقله بس بتديك وقاية حلوة جدا، خدي بالك حلو قوي يعني، وصلت؟ حد يعرف يعملها؟ نجرب ريزولوشن اعلى هيبقى احلى. طبعا ايش هيبقى روعة سؤال، روعة يعني. لو حاجة زي البنت هاوس اللي حضرتك مدينا نعمله ده، الجهاز هيستحمل كل الريندرينج ده ما عشان كده والحاجات احنا لو انت فاكر احنا خدنا البروكسي، مش فاهمة؟ خدنا في ري بروكسي، لا قولي لا قولي لا، ما احنا خدناهوش، ما هو انا نعم بسألك عشان ادبسكم امتحانات زياده، خليك انت لسه ما فهمتونيش، احنا في المحاضره 20 النهارده لسه ما فهمتونيش. بص ايه بقى الفيري بروكسي اللي احنا هناخده بعد ما انتم تجربوا ده؟ ان انا عندي الكتل اللي انا بجيبها من بره اللي مش انا اللي راسمها، بروح اقلل كميه السيجمنتس اللي فيها، فبالتالي الفايل بيخف ما يبقاش تقيل معايا. البلوكس يعني. البلوكس هروح اعمل لها بروكسي. المهم دي انا اشرحها دلوقتي، اللي هي بتعمل ايه؟ تخفيف الفايل. حلو؟ جربوا دي واعملوا برين سكرين وبعتوها. هو انا عندي لسه بيعمل رندر، فانا او كده كده فاهمه ازاي تعمل، مفيش مشكله. حد طب منكم هيجرب؟ انا بجربها دلوقتي. طيب يلا.
وانا بعد ما بعمل الشيم في البوكس بعمل ايه بقى؟ اهم حاجه تزودي السيجما. اوكي حاضر. تمام. ظبطت؟ لا انا بعمل ايه بقى؟ انا عملت الشيمفر بوكس بس بعدين. تيجي تيجي من عند ستاندرد اكستندد، في الاخر هتلاقي في ري، اختار في ري فيرست. من فين معلش يا دكتور؟ بصي من ستاندرد اهي، ماشي اكستندد هتلاقي في عندك هنا في ري اهي، دوس اوكي على كلمة في ري فيرست اهي. حاضر شكرا حضرتك. علي شمس خالص، عندك شمس؟ لسه طب بصي خليك معايا، طالما انت هو بيعمل حاجه، انت دايسه في الفوتوشوب شويه يا شمس؟ طيب اشتغلت قبل كده بالكيرفز دي؟ اشتغلت على كل حاجة ما عدا دي. طيب بس دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن مجموعة بريسيتس كده بتديكي ميكس ما بين مجموعة ألوان بتظهر الشوت يعني. يعني لو انت جيت خليتي مثلا هنا ايه؟ خدت ده. وفي تمبلت ليها كتير قوي. بص اختيار كذا اختيار كده، بص ايه رأيك ده؟ ايه رأيك ده؟ تمام ماشي. ولا غيروه؟ خلي انا بس بالك انت جالي ممكن فجأة سؤال، يعني في قول دماغي فجأة، لو انا مثلا بشتغل في فيلا او حاجة وعندي 100,000 صورة للفيلا، هل هروح على كل صورة اعمل لها اديت؟ هقول لك. بص هو اولا احنا اكيد مش هنطلع 100,000 صوره، حلو؟ يعني ليه؟ صورة انا للبيدروم هقول لك للليفينج كده، يعني ليه بقى؟ خمسة مثلا. اوكي خمسه، الخمسه دولت انت هتاخد فيهم كام؟ هقول لك مثلا العميل هيديكي على الصوره، مش بتكلم على الكليه، العميل هيديك في كل صوره حوالي 15 او 7، وانا اقول 20,000. هتعمليهم بكل صوره في الكلام ده ولا مش هتعمليهم؟ هعمله هعمل ابوهم كمان، صح؟ صح ولا مش صح؟ كان كده ماشي. ايوه بالظبط. فهي الفكره كلها اللي هو التارجت، هل هتحصلي على حاجه تستحق نتيجه تعبك وشغلك؟ اه ولا صح، لكن بس لو لو اي يعني حاجه، تقريبا لو لا ولا اي حاجه، الحاجه اللي هي المهمه بس هي اللي انا هشتغل فيها وخلاص، شكرا، ولا اي مشكله. هل تمام. بص، فانت عندك هنا مجموعه تمبلتس، انا هبعت لك طالما انت دايسه فوتوشوب شويه، هبعت لك شويه حاجات فين يا ربي، شويه افكتس اللي هي بتاعت الكيرفز دي، انا بديها لهم، بديهم العيال في الادفانسد. بس هم فين بقى؟ هدعبس عليهم واجيبهم لك، خدت بالك؟ تمام، يعني بقعد اعمل بالكيرفز دي اديتس على اه هي انت ما الباقي بتعملش للصورة. ادت، انت بتختاري بس، تختاري مجموعه افكتس بس وخلاص، خدت بالك؟ اه انا بعت لكم كتاب الاضاءه ده، الكتاب ده مهم جدا، لا ما قلناش. ده رهيب يعني، ده يبين لك امتى تحطي انهي اضاءه بانهي توزيع بكام وات في مساحه قد ايه، ولا اسيبهم اتفق معاهم الاول؟ ليه بس يا دكتور؟ طيب حاضر، اقعدي اضغطي عليا انت كده، ماشي بس ده حلو. بص احنا مش هنحفظه، بس هي عارفه انا قريب مثلا في حوالي 6 7 مرات لحد دلوقتي، حلو يعني، خدت بالك؟ فدي حاجه. المهم انت تيجي هنا كده عند ادي الصوره بتاعتك اهي، ببتدي ان انا اروح اعمل لها ريتاتشنج. ريتاتشنج انا هعمل فيها ايه ريتاتشنج ده؟ فين الصوره اللي كانت موجوده هنا من شويه؟ ادي ريسنت اهي، تمام. اه طب هي دي محتاجه دي اكسبوجر شويه، ماشي. فانا هطلع هنا من قائمه ايمج ادجستمنت واجي اخش على الاكسبوجر، ابتدي ازود درجه اللايت شويه فيها، شايفه؟ الله الحق ده الجلو كمان ابتدى يظهر. اه طب انت عندك الجاما الكوريكشن دي محتاجه تقل شويه ممكن، ولا ممكن ازودها تزيد. شويه اخليها هنا كده؟ الله الله، شايفه؟ حتى اللمعه كمان اللي موجوده في الايه، في الحاجه بتاعتها زادت، ماشي. هي يمكن الحاجه الوحيده بس من درجه الريفلكشن هنا اهو، انا حاسس انها مش قويه قوي، تمام؟ بالعكس أحسها قوية جدا.
انا كمان حاساها قويه جدا، يعني مش حاسه عارف، بس بالعكس. انا مش بس مش يعني مش زي كده فاهمه، او يمكن ما عشان هي شكل السيراميك مش عارف. بالعكس، انا حاسه ان اليمين اكتر من الشمال. يعني يعني الشمال مطفيه مطفيه شويه شويه. طب هو انا انا عايز اعرف هو ده ايه ده الابيض ده؟ شايف حضرتك الصندوق اللي فوق ده، البوكس اللي فيه، هو غالبا يعني البوكس الفوط ايه ده؟ اهي، حضرتك شايف الفوط؟ ده ريفليكشن فوق. ده عاكس الفواطه صح، عاكس المربع ده. ايوه. بس هو ليه هو مش طالع لي بيور زي ده فاهمه؟ انت فاهمه اقصد ايه؟ يعني هو المفروض ان انا عندي مثلا سي مثلا مثلا شيب او شكل مثلا زي ايه؟ زي اللي احنا كنا شغالين عليه ده. حلو، انا عايز اعمله جرانيت او مثلا. ادي الارض اهي خلاص، واجي اخد لها مثلا اي سيراميكا او اي حاجه او اي تيتشر اهي، واجي هنا كده اهي اخد اي سلوت واقول هنا ادي اساين وشو، واجي هنا كده من ديفيوز بيت ماب، يا اما اخد حاجه جاهزه يا اما اخد تيتشر من التيتشرز اللي هي الايه اللي بالفعل موجود. يعني تعال ناخد تيتشرز مثلا حتى من الشيدرز اللي هي اللي موجود اهي، واجي الفيدرز دي مش هاخد حاجه جاهزه، ده انا هاخد صوره من ضمن الصور وانت اختار. انت الصوره اللي انت جايباها منين يا ساره؟ دي جايبها من الشيدرز برضو، من حتة كده اسمها مربل، المفروض بال ايه، بس هي مكتوبة مربل، هي في الآخر خالص لحضرتك كتبت ام اي هتلاقيها. طيب دي مثلا أنا مش مختارة دي لونها غامق شوية، بس يعني غالبا اللي هي كانت او فور او او سكس، واحدة منهم، دي لا دي 1 4 دي او دي دي او دي او صح؟ او تو اوكي حاجة كده. بس ناخد دي يعني ما فيش مان، واجي اعمل هنا كده ادي اساين، واجي هنا ادي اقول له هنا شو، هرجع هنا كده جو تو بيرنت. طبعا انا لو معايا الصوره بتاعتها ممكن احطها او ادي لها درجه اللمعه اهي، خد بالك، واخلي دي واحد، اخليها هنا مثلا 0.9 مثلا. انا مش فاهمه احنا ليه بنحط نفس الصوره تاني في الريفلكت. يبقى انت زوغت ساعه المحاضره. لا والله ما زوختش يعني، بس حضرتك قلتها كذا مره ما استوعبتهاش يعني. هقول لك المفروض ان لما جيت اخترت لون ابيض كده مش السطح كله بقى بيلمع؟ طب هل ده منطقي لما يكون في عندك سطح زي السفره كده اللمعه بتبقى تحت السفره زي جنب السفره؟ حضرتك قلت كده لما كنا بنتكلم عن الارض، لما كنا عاملينها خشب، ان ايوه نفس القصه. فكرت نسيتيني انت يا ساره خالص. ماشي لا والله بص جامعة بس. كده بص الارضيه بقت عامله ازاي، هي لسه ما بنتش بس الريفليكشن باين. يعني حاجه ازود هنا ادي الاكسبوجر لمجرد رؤيه بس. انا سبت خلص، انا اقصد ان انت عندك اللمعه نفسها بيور، تحس ان هي غير الحمام اللي انت عاملاه، او انا ما خدتش بالي منها ان هو بيلمع بالطريقه المفروض ان انا اشوفها فاهمه، او مش بلحها يعني فاهمه، كأن انا عميل ومش بلح فاهمه. انا عايز اسال على حاجه في الجراس برضو. زي ما تحب. بصي كده بصي هنا عامله ازاي؟ بالعكس، هي كده 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 يعني، انا كده عامله ريفليكشن بيور 100%، هي ايوه انا كانه عارف. جاي مرايه، انا المفروض اقلله شويه عشان يبقى كانه ديفيوزد كده. لا ما انت لو عايزاه ديفيوز ده برضك ليه سكه تانيه، يعني انت ممكن تغيري درجه اللي هي البيور بتاعه عن طريق الصوره. تعالي بس هاتي دي كده، وهاجي هنا ان اي اهي، تعال ناخد مثلا لون من الالوان الصريحه وليكن، ولا ممكن ده غامق برضك شويه. بص عامل ازاي وبنفس الصوره اهي. بص كده لما اجي اعمل ريندر الموضوع هتلاقي ان هو اللمعه بتاعته فيوز فاهمه، يعني ده غير الايه لو انت حطيت اضاءه من جوه كمان وكشفت الكلام ده حقيقي هيلمع يعني. بص هنا عامله ازاي الحته دي، يعني حتى الريفليكشن نفسه بتاع الفواطه باين بالطريقه دي كده. بصي ايوه
سيبك من ان هو مزغلله، ده كده الريزولوشن بتاعت الصوره مش حلو، لكن غير هنا، هنا نحس ان انا مطفيه شويه. تفهم؟ تمام يا أميرة، هو كده انا ازاي تقيل معاكي ولا؟ ازود؟ نعم، ما شاء الله، تقيل قولي سامعك. ازاي ازود الجراس يعني اخليه اكتر؟ انا عدد مش عايز ازود السيجمنت، الزيت. كمية سيجمنت، ما هي دي للأسف، دي للأسف كمية سيجمنت. طب انا كده يعني اعمل ايه؟ طب انا حطيت الجراس خلاص، عايز ارجع تاني للبوكس، اعمل ايه لا بقى؟ عادي، ما تمسك الشامبر بوكس وغيريه عادي، زود سيجمنتس الأول في الآخر زي ما كان. رقية، انت خلاص يا رقية ولا مش شغاله معانا؟ لا شغالة مع حضرتك، طيب، ما حدش عمل دي الا غزالي بس. انا هبعت لحضرتك دلوقتي. اوكي، دي ايه بالظبط؟ دي اللي هي الجراس. لا يعني لسه هشتغل عليها. تمام. بصوا بقى، في سؤال كانت شمس بتسأل عليه بالنسبة اللي هو القصر اللي انتوا بتعملوه ده، هي المشكلة كلها هتبقى في كمية البلوكس اللي هي اللي موجودة. فأنا رديت عليها وقلت لها إيه؟ دلوقتي من ضمن الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها في تاني محاضرة إن أنت ما يكونش في عندك كمية سيجمنتس كتيرة عندك في الكتل بتاعك. أيوه، أعمل لها إيه يعني؟ مش فاهم. هعمل لها زيتونتين. بص، فين الكتلة بتاعتك؟ تعال نجيبها. أميرة أنت معايا شمس؟ حضرتك انت مفيصلي كده من... مش لا، فكرت المايك مقفول فكنت بعمل تشيك. بص، انا عندي هنا بقى كده، هروح جاي اهم حاجه عندك يا شمس اللي هي الكتالوجات دي، ان انت تقدري ان انت تتفرجي مثلا على شيء ثم تبتدي انت تخش فيه. فهجيب خلاص كتله، كتله من ضمن الكتل. انا طبعا مش متحكم في الكتله دي ولا عارف كميه الفيرتكس فيها قد ايه ولا اي حاجه خالص. فحاجه اختار مثلا، هاخد الكرسي ده واشوف الكاتيجوريز اللي موجوده جوه. خلاص ده عجبني، اي اكزامبل يعني، ده فوليوم 5 ورقم 1. فهاجي هنا كده، اروح جايب هنا رقم 1 فوليوم 5 اهي، واجيب الكرسي اللي هو رقم 1 ثم اهو اهو، واقول هنا اكستراكت، واجي اقول له هنا كده على الديسك توب. اوكي، خدت بالك؟ ده خلي بالك، لما بتيجي تقللي عندك يا شمس، انت بتقللي الحاجات اللي هي مش بتاعتك، اللي هي الاكسسوارز اللي هي ايه اللي انت حطاها تجملي بيها المكان اللي هو ده. فاجي هنا كده اقول له هنا فايل امبورت مانج، حاضر، شكرا. عايزه كام كرسي حاجه شمس؟ انا محتاج مثلا 10 15 كرسي، ده في مكتب اجتماعي. طب معلش اشوف كده، ده حجمه قد ايه؟ يا نهار اسود، كام يا شمس؟ 30,000 تقريبا. ان شاء الله ما اتعمل. لا، هو مش ان شاء الله ما اتعمل، انا ممكن اعمل ايه؟ اروح انا جاي ماسك الكرسي ده كده. اول حاجه بعيد عن الفيري، في عندك هنا كده من جو موديفاير، في عندك حاجه اسمها برو اوبتمايزر. بيعمل ايه برو اوبتمايزر ده؟ غزال انت معايا صح؟ مع حضرتك ساره، رقيه، بص، مع حضرتك بيعمل ايه بقى برو اوبتمايزر؟ برو اوبتمايزر ده بكالكريت، يعني بروح اعمل عمليه حسابيه كده، هو اللي بيعملها مش انا، بيحسب لي الرقم بتاع ال 29000 ده هو نسبته كام في الميه؟ ما هو 29 في المية، 29000 فيرتكس ده اللي هو من 100%. ايوه، هعمل ايه يعني؟ هتفضلي يا شمس عينك عندك على الكرسي اللي هو ده. طب بعد ما انت عينك على الكرسي هعمل ايه؟ هنزل بالنسبه دي كده وافضل نازل لحد ما الكرسي شكله يتغير. ايوه، مش فاهم. طب هو بيعمل ايه؟ هوريك يعني. ادي الكرسي اهو، ده الطبيعي بتاعه، شايفه؟ لما بتيجي تقلل الرقم هو بيروح يوصل دايجونالز كده اللي هي ايه؟ اللاينز والفيرتكس مع بعضها، فبالتالي بيقلل ايه؟ فيرتكس. انت مالكيش علاقه بده، انا ليا علاقه عندي بشكل الكرسي، الشكل اللي هو هيظهر في الشط. ايدك ما بتقفش الا لما شكل الكرسي يختلف عن مزاجك، مش عايزه يعني، اللي انت مش عايزاه هو خلاص ستوب، اللي مخمول افضلي انزلي كده، شايفه؟ وقت ما تقولي ستوب انا هسكت. طب بس نطلع نطلع كام بقى ده؟ 3,000. وفرنا من 36000 تقريبا. اه تمام، يبقى كده اول امر عندي اللي هو اسمه ايه يا اولاد؟ برو اوبتمايزر اوبتمايزر تمام، ده برو اوبتمايزر. طيب دي حاجه. طب الحاجه الثانيه، حاول في عندي بقى جوه الفيري حاجه اختراع كده، اللي هي ايه الحاجه الاختراع دي؟ تعالى هجيب بس هنا الاستوديو، الاستوديو ده اللي هو فيه عندي يمين وشمال لايت من فوق اهو، في الدبدوب بتاعنا ده.
هنفترض ان الدبدوب ده واخد ماتيريال او تعالى بلاش واخد ماتيريال، انا عايز هعمل له ايه؟ انا عايز اروح اعمل له بروكسي. هعمل له بروكسي ازاي؟ همسك الكتله وهاجي كليك يمين وهتلاقي في عندك ايه من تحت؟ V-Racing Converter. ده في ري مش اكسبورت. اه اوكي. هتطلع الفايل ده على الديسكتوب. انا مش فاهمك، الفايل ايه اللي انت هتطلعه؟ هو هياخد اللي انت ماسكاه ده ويخرجه لي كفايل لوحده على الديسكتوب. اسمه ايه؟ هنخليه بوكس 01. الماكسيمم بريفيو فيسز كام؟ كم ايه كام؟ بوكس كام؟ تمام 10,000. انا لو حبيت اقلل هقلل كام مثلا يا صاحبي؟ شارك مثلا اضربي رقم. ألفين مثلا يعني انت يوم ما ألفين تفتري، يعني هتفتري بتحطي كام؟ عايزه تقللي تقللي كام؟ من 10,000. ها؟ ألفين ألفين اه لا لا، انا هخلي 500. يا نهار اسود، من 10,500 ماشي 500. هقول لك بقى اوكي تمام. ايه رايك؟ قال ولا ما قالش؟ اهو. هو هنا لا، ما انا قلت لك مفيش حاجه هتحصل على ده، ده انت في فايل من بره اللي هو البوكس 01 اهو، صح؟ هعمل انا ايه بقى؟ هروح انا جاي ليه ده كده؟ انا مش عايز. طيب او ديليت، وهاجي من هنا على الفي راي. على في راي ايه؟ بروكسي وادوس وان كليك. هيطلب منك تنادي على انهي ملف؟ اللي طلع اهو. ايه رايك؟ جه ولا ما جاش؟ ولا اتسخط؟ صغر أوي فعلا. الحق ده باظ، صح ولا ايه يا عم محمد؟ انت بتقول لي ده البروكسي هيطلع لك الحاجه تمام وسليمه ومفيش اي مشاكل، ده اللي انت قلته لنا من شويه. ايوه، هو قدام عينك هيطلع مكسر، لكن لما هتيجي تعمل ريندر هنا اهو هيطلع زي الفل. هتشوف حاجه؟ اه، بس هو انا حسيت ان هو كش، صح؟ طيب انا اعمل ايه بقى عشان ما يكشش الكشه السوداء دي؟ انا هاجي الغي ده اهو دي، وهاجي هعمل كده ان هايد للدبدوب بتاعي هو عشان احتفظ بيه. هو مين اللي عمل ده كده يا اميره؟ معرفش. طب مين اخر مره غير وعمل مودلنج عليه؟ معرفش، احنا جايبينه من النت. طب ماشي، تعالي بقى هنا اهو كده من اليوتيلتيز اللي هنا، قول له هنا ريسيت اكس 4. يعني ايه ريسيت اكس 4؟ واعملي ريسيت كده، يعني خلاص اللي عمل واي حاجه انا عايزك تثبته لي على وضعه ده. تمام ريسيت. حطيتي شجر، حطيتي انتريه، حطيتي اللي هي عربيه، حطيتي من ادمين، حطيتي اي اكسسوارز تساعدك في شغلك. مش بعد ما تروح تعملي البروكسي هتروح تعملهم ريبوزيشن تاني، مش هتروح تغير مكانهم ولا روتيشن، مش مفيش وقت للكلام ده. فانت قبل ما تعملي البروكسي هتروح تعملي هنا ايه؟ ريسيت. يعني ثبتها لي على اخر وضعيه. ايه الخطوات التانية لو حد منكم فاكر؟ خطوات ينفعوا بروكسي. اوكي في ري مش اكسبورت واقول له على الديسكتوب واغير، طبعا هو اسمه 01، تعال نخليها مثلا 9 كتيره، ما حدش يمسح كلمه في ري مش. ها، ماشي طب هقلل كميه الفيرتكس قد ايه؟ اخليها 100 مثلا طب ما تيجي نخليها 50، ايه رايك؟ ماشي ماشي. احنا دافعين حاجه. ماشي. واجي ده صاحبنا ده اخي. طب ايه الخطوات تاني؟ طلع جاي هنا من عند بي ري، بي ري بروكسي، وادوس وان كليك. فين هو؟ تساعدت كتير اهو. ايه رايك؟ نعمل رندر استنى بس هسالك سؤال، هو انت فاكره ان دي كانت شجره ولا عربيه ولا بني ادم ولا كرسي ولا ترابيزه؟ كنت فاكره دي ايه؟ لا بس يبقى انت المحور الاساسي عشان تروحي تقللي القيمه يا ساره لازم تحدديها عشان تقدري تتعرفي على الكتله قدام عينك، فاهمه؟ ما انت ما تقعديش تدوقي بقى، يا اما تكون انت عامله لها بقى رينيم وانت مديها لها اسم. انت فاهماني؟ يعني شجره ولا زرعه ولا طير انت حطاها ولا ايه بالظبط؟ يعني ما بكتب في اسم الفايل يا اما تخلي القيمه عندك كبيره زي ما هي، يا اما تروح تعملي ايه؟ تدي لها اسم. تمام هو ولا هو هو حد معايا ولاد ولا فين؟ مع حضرتك طب في سؤال أهم انت حابب حاجة إن تساله؟ احنا نكون فاكرين الشكل ده كان تبع إيه، ايوه بالظبط. فعشان كده لما تيجي تعملي هي 500 زي ما غزاله قالت في الاول، دي كويس حاجة كويس. بعملها أول ما بدخل البلوك ولا في آخر شغلي خالص؟ لا، ده انت لما بتكليك يمين
يعني بص انت عندك الخطوه بتاعتك ليك يمين بيري مش اكسبورت، هنا لا لا انا القيمه شفت دي. دلوقتي، انا قدامي مثلا البنت هاوس فيه كذا بلوك وعامله كذا حاجه لا لا لا، ده باول انت ما الكلام ده، انت الكلام ده بتعمليه اصلا بعيد عن اصل الفايل بتاعك، وطلعي ملفاتك هنا، تعملي فولدر وتحطي فيها ملفاتك اللي زي دي كده. ايوه يعني انا بعمل كل بلوك لوحدها الاول في الفايل لا بتاعها. لا لا، طب وليه؟ طب ما تمسكي مجموعه البلوكس كلها اللي هي بتاعت الاندريهات او زرع او شجر او كده وتشتغلي. لا مش فاهمه حاجه. بص مش انت عندك هنا هو الانتريه عباره عن كذا كرسي وترابيزه، تمام اعملي له بلوك او اعملي له بلوكس يعني اه عندك. بعملهم جروب يعني. اه لا مش جروب بقى، هو الجروب اللي يتعامل مع الايه، مع امر الراس. هو طب تقريبا وايه اعمل؟ ثانية، احنا حاسة ان كل واحد في حتة دلوقتي. انا مثلا قدامي الليفينج روم في كنبة وكرسي وكل ده، طبعا لازم هقلل الفيرتكس بتاعتي طب انا عندي كلهم. فكره، عندي فكره، عندي فكره، تعالي نجيب هنا انتريم اللي هو فيه ماتيريال، مش كده احسن؟ يعني انا كان قصدي بس ان الحته دي اعملها اول ما ادخل بلوك في الفايل اللي انا بشتغل عليه، لا لا ولا لا، انت بتعمليه في بعد فايل فاضي خالص، انت مالكش علاقه بالفايل بتاعك، عشان ما تقعديش تحتاسي داخل الفايل، انت تعمليه في فايل فاضي خالص تشتغلي جواه. يعني انت هتيجي هنا كده تفتحي فايل عادي خالص ملوش علاقه، يعني ادي الانتريات اهي، وفي بعضهم فيها تيكتشرز. تعال نشوف، في واحد فيه خامه او لو بلاش لون، عايز خامه. ايه الالوان دي كلها؟ ده حلو اعتقد، صح؟ الزفر ناخد ده، تمام. يعني او ممكن ناخد كمان حاجة فيها كذا حاجة يعني. ده مثلا ده 59046، خليكم فاكرين بقى. كم؟ 59. 50 46 خلي بالك المابس بتاعتك، واجي هنا كده 046 ده هو ده، واقول هنا اكستراكت. واجي هنا كده اعمل هنا دراج، فايل فاضي اوبن كده، فتح اهو، بس فتح بايه؟ بالماتيريال اهي. طب شايفها؟ كده الماتيريال نزلت ولا ما نزلتش؟ نزلت ما نزلتش، لان هي كانت تيكتشر. فهتيجي تشوفي الفولدر اللي هو بتاع المابس بتاعتها فين؟ كانت كام؟ اهي. ادي المابس اهي، اكستراكت ديسكتوب، احطها جوه فولدر. اهي. اعرفها الماكس ازاي؟ انا هطلع هنا كده عندي كاستمايز كونفيجر اكسترنال فايلز، بعرفه طريق الباث كانها ماتيريال عاديه. اعتقد هي دي صح؟ اوكي يوز، اروح اعمل ري اوبن تاني. تكشر نزلت يا اولاد؟ تمام. دي كتلة ودي كتلة ودي كتلة، يعني دي عبارة عن كتل مختلفة صح؟ حتة ان انا اروح اعمل لها بروكسي وهو اصلا عامله جروب، هو مش عارف، لازم اعمل له حاجة اسمها اتاتش. ايه الاتاتش دي؟ مش احنا كان عندنا ايديت ماشي او ايديت بولي؟ امسك اي كتلة من دول، مش انت عندك ايديت بولي اهي، فهتيجي تقول له لو سمحت روح اعمل لي هنا ايه، اتاتش وروح دايس وان كليك هنا عندي على الكتله الثانيه. بيسالك هي طالما واخده ماتيريال فهيحطها لك فين؟ في الماتيريال، بس اللي هي ايه؟ IDs. حد فاكر مالتي سب اوبجكت اللي هي اي دي على كل سايد اللي احنا خدناها في اول محاضره؟ هاجي هنا كده اتاتش تاني، واروح واخد الكتله الثانيه ويدي لها اي دي. هاجي تاني كده واروح واخد المخدات ويدي وده لها بعمله اي دي. في الفولدر بتاع البلوك مش اللي انا ايوه بشتغل عليه. بالظبط، زي كانه فايل فاضي زي ما انت شايفه كده. بقى اوبجكت واحد هتشايفه،
خلاص، اللي هو انا بكلمك على الانتريه بتاعك اللي انت جايبه في الفايل فاضي من غير الاصل بتاعك. طب انا هعمل فيه ده ايه؟ ده عايز اعمله بروكسي، هعمله ازاي؟ هروح انا جاي هنا كده، هدي ماليني بقى. V-Ray proxy اه بس استني، هي البروكسي بتنزلك بالماتيريال؟ ما اعرفش. لا ما بتنزلش بالماتيريال. طب ماشي، ما انا عايز الماتيريال دي. هتروح انت حافظه الماتيريال بتاعتك دي جوه اي سلوت من السلوتس اللي موجود. يعني انت هتيجي تاخدي اي سلوت من دول فاضيه اهي. بس ده فايل البلوك نفسها مش اللي انا رافعها عليه. ايوه بالظبط. بصي هاجي الدروبر دي كده وادوس وان كليك عليه، هيروح منزلك الاي ديهات اللي انت عملتيها هناك، شايفه؟ انتوا معايا ولا فين؟ اهي مع حضرتك تمام. طب ثم خلاص اعمل بقى البروكسي. اعمل بروكسي ازاي؟ كليك يمين دي ريمش اكسبورت، واجي على الديسك توب اللي هو ده، واجي اقللها بس بدل ما اخليها 50 هخليها ايه 1000 مثلا، واجي اقول له هنا انا كده يس. قلتها. اه من 10000، ما هي كانت اصل الرقم 10000. طيب ثم خلاص انا البروكسي بقى عندي فين؟ الديسكتوب فين هو؟ اعتقد اللي هو ده. خلاص اجي بقى، تروح انت جايه فاتحه فايل مين يا اميره؟ اللي انا برتاح عليه اللي هو القصر مين دي تشتغل عليه؟ اللي هو زي ده. التسليمة يعني. ايوه اللي هي تسليم. خلاص انا عندي انتري، ممكن احط بقى كذا انتري بالقيمه الجديده بتاعت البروكسي. طب انا احطها ازاي؟ طب هي قابلة للإيديتس بعد كده إن أنا أظبطها كإيديت شكل أي حاجة؟ من اصل الفايل، يعني انت مش هتعرفي تعدلي في البروكسي، لكن انت هتعدلي في اصل الشيء. حاسة إن الموضوع بقى elongated جدا يعني. أنا already كنت اه بطيئة كده، هبقى بطيئة يعني multiply 10. اصل انت خلي بالك، انت بتعملي مره واحده البروكسي ثم بعد كده الموضوع بيتكرر معاك، يعني هيجي أيوة، ما كده. أنا هعمل كده في كل بلوك يعني. تخيل لو كل حاجة بحطها هعمل كده. اصل انت خلي بالك مفيش شوط هتعمليه اكستيريو انتيريو بنفس التفاصيل الرخمه اللي انت شفتيها دي خالص. يعني بص اهي جه أنهي تفاصيل الرخمة بالظبط؟ قصدك اللي هي بتاعت الحمام وكده؟ القصر. اه بتاعت القصر. يعني الحاجة اللي دي بعملها بس لما بيكون حاجة زي القصر يعني. بس لأ، برضو لو فيلا أو حاجة فيها كذا أوضة وكذا حاجة هنحتاج طبعا نعمل لكل حاجة عشان ما يتقلش. بس انت ساعتها بقى هتبتدي انت تعملي الاجزاء اللي هي مش شغلك، اللي هي ايه؟ اللي هي الباز مثلا، ممكن تستخدم اللي هي الاباليك، ممكن تستخدم اللي هي الحاجات اللي هي مش اصل شغلك. يعني اصل شغل ده خليه عشان يبقى قابل للتعديل طب هو مفيش حل أسهل من كده يا دكتور؟ عشان تخفف الفايل. عندك ما عندكيش الا البرو اوبتمايزر، وعندك اللي هو الفي ري بروكس. هو برو اوبتمايزر تقريبا أنسب حل. أيوة، مش لأن دايما الخطوات طويلة قوي. الخطوات نفسها. أيوة، اه لأن أنا هعمل على كذا حاجة، مش يعني هي الشط مليان بالظبط. مليان عفش وحاجات و... ما هو تقيل يعني بصراحة نعم. الفايل، تقيل يعني. يعني الفايل نفسه كتير، بس الحاجات بتاعته حلوة بصراحة. تحب أخف لكم الامتحان شوية؟ مش هنقول لا اكيد. وبعدين انا كنتش قادره اتخيل برضو البيلدينج هنرسمه ازاي، والسقف من جوه اللي هو الشرايح دي اللي في الدايره اللي في النص اللي شبه العروق دي. يعني انا اصلا كده كده شكلا هو انا محتاجه بلان عشان اظبطه. ما انت عندك البلان. لا مش واضحه خالص، لا واضحة. طب لا مش واضحة، بصيت فيها مش هعرف ارسم كل التفاصيل دي بالبلان اللي محطوطة. شوف انتوا محتاجين ايه وقول لي وانا يعني معاك. يعني لو ممكن اعملها بس مش هيبقى بالظبط شبه الصورة. بص انا هقول لكم، في انا متاكد انت تعملوها شبه الصوره. يعني بص دي كانت تسليمه تانيه برضه، دي كانت البدايه ولسه بتعدل عليها. فانت لو عايزين تاخدوها تحدي انا ما عنديش مشكله. بس انا مش عارفه ابداها ازاي كالدور يعني، مش عارفه، مش واضح. بالظبط. البدايه ذات نفسها مش فاهمه يعني. ابدا بالبول ولا الفيلا يعني؟ وانا عندي اصلا ابدأي مشكله في بالحاجات اللي انت المقاسات. عايزها، لو عايزين اخفهم مفيش مشكله.